هدف 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 أول، هدف أول لصالح فريق الوداد الرياضي الكحل بطريقة جميلة يفتتح التسجيل. حاضر وفي آخر مطاف في غياب التسلل، في غياب التسلل بالفعل كان في الوالة الأولى شك، ولكن في غياب التسلل انهزم الحارس اللي قام بدور الدفاع. آخر مطاف شكلات كان ربما سيكون حارس المرمى، ولكن تمكن من تسجيل الهدف الأول اللاعب الكحل، هدف واحد مقابل شيء. ياسين الحل الإشارة ولاعب سابق بالمغرب أتلتيكو تطوان، طريقة المرور أمام الحارس، إما يمرر إما يصوب، اختار تسجيل أول أهدافه بالرجل اليسرى 1-0. موري إلى الإصابة الصحيح، تعادل الآن. شوف كرة ملعوبة بهذه الشكل، خطأ على مستوى الإنزال، على مستوى التغطية، مشات لعبد السلام بالجلون، انطلق بالكرة أمام الحارس، ركنها في الشباك. شوف هنا طريقة الإنزال الكرة ما كانش بالشكل المطلوب، ولكن عبد السلام بالجلون قام بالمحاولة بالشكل المطلوب ووضع الكرة في الشباك، هدف التعادل. طبعا تقريبا دقيقة. الكرة الودادية الآن من الجهة اليسرى الطرحاوي، ينطلق الطرحاوي يبحث عن التمرير خطير ولكن ضاعت، رجعت لمحمد بن رابح، فرصة شوف كرة ملعوبة بالمقاس، لكن الكحل ما تمكنش من الكرة، مشى اللاعب محمد بن رابح باش ينزل الكرة، آخر مطاف لمس الكرة في الكرت هدف. بكل تأكيد شاهدوا كرت أمامية وهدف أمام متابعة لمحمد أمين البرقاني، كانت مجازفة إنزال الكرة بهذه الطريقة من اللاعب محمد بن رابح، ولكن في آخر مطاف وضعها في الشباك، هدفين مقابل هدف واحد، 3 أهداف في هذه المباراة. تجديد المنور، شوف كرة ملعوبة بهذه الشكل وبالراس تنزل في أقصى اليمين، في أقصى اليمين عمر حاسي صانع اللعب، وتجديد المنور يسكنها في الشباك، يسكنها في الشباك بالراس، جميلة وبديعة رغم انقضاض